عبد الله جمعة، حمدي النقاز بيلعب عرضية، وادي لمسة رائعة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الكلام، ويا عيني على أجمل الأجوان من عماد فتحي. التالتة ثابتة من حمدي النقاز، كورة فرس طايمة على طول، لا تصد ولا ترد، تحرك الشباك وتحرك الحناجر اللي موجودة في ملعب القاهرة الدولي علشان عماد فتحي يعلن في الدقيقة 9 عن السهم الزملكاوي الأبيض. ولكن بص شوف الحكاية، آدي النقاز وآدي القادم من الخلف للأمام، ترقيصة حلوة من عنتر يطلع معروف، آدي المساحات هل يستغلها نادي الزمالك، حلو التحرك من نانا، هيعمل ايه؟ بيحط جول 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 جول، الدبابة الدبابة الزملكاوية الجديدة نانا بوكو بيفتتح التسجيل الشخصي مشاهدينا ويضع تاني الأهداف. البيضاء علشان أول 20 دقيقة بتعلي الهامات وتعلي الصيحات في ملعب القاهرة الدولي بتاني الأهداف، وبعد صيام 180 دقيقة عماد بيسجل الأول ونانا بيضع التاني. كرة رايحة جاية محيرة ما بين الفريقين، ودي كرة أمامية، ودي فرق السرعات، ودي كرة وجول جول جول جول، عملها أخيرا عملها أخيرا التونسي سيف الدين الجزيري، بيضع هدف مهم جدا جدا في توقيت نموذجي في الدقيقة 44 من كرة عميقة في عمق دفاعات نادي الزمالك التونسي. سيف الدين الجزيري يتقدم ويعمل سبرينت، بص شوف الكرة، الكرة ملعوبة من وسط الملعب، ضرب ثلاثي خط الظهر وحط كرة وغمزة